ما انت اكثر شخص اشوفه بالسوشيال ميديا ينشر اعلانات، هذا الموضوع سلبي او ايجابي؟ شوف انا ما اشر اعلان بس هواي. لا لا وين هواي؟ هواي والله. لا لا ما راكي. لا 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 مو كلش. يعني رد اسالك حول الموضوع انه سلبي او ايجابي موضوع نشر الاعلانات. كثرة الاعلانات بكثرة سلبية اكيد. لان يعني المتابع اليوم ما متابعك على مود اعلانات، هو انت 24 ساعة تنشر اعلانات، بس احيانا تراكو اعلان انت تسويه يفيد العالم. يعني انا اغلب الاعلانات لا اسويها اذا ما متاكد منها 100% ما اسويها، اتاكد منها كلش وانه من صحيتها يلا انشرها، مستحيل انشر اعلان على مود الماده. تمام. طبعا صديقي المصور يقول موضوع عن باتوم، شنو الموضوع؟ والله ليش يجي؟ كريم حواس ورطني هو طلعها. كتبتوا علي شعر، غنيتوا علي. كريم حواس خوي احنا قاعدين فكل ما اصور انا مثلا افتح الكاميرا عنبة امي قال لي تعال كرني بالبر يا عنبة امي سوال يا يقول لك من وراها بيت وسياره من ورا العنبة. السالفه هي عنبة، هي عنبة، خليها سكت اخوي. عليها سحب الحمد لله شكر، بس طيبه هي امانه الله. امانه الله يعني مو تروي جاي على ود. لا اخوي مو بس طيبه، انت سال العالم ايش هذا العالم. بس انا ما ضايقه اجيب لك اياها. المفروض اسوي ما ترجع البصره تدز لي من عيونك بدون عينك.